إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع وحول ما يجري في المهرة بهذا الموضوع بالتحديد، معنا السيد علي مبارك بن محاميد الناطق الرسمي باسم مجلس أو لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة. سيد علي، مرحبا بك معنا في جولة آخر اليوم من المهرية. وفي البداية، ما دلالات اختيار رئيس جديد لمجلس أسرة العفرار بهذا الوقت بالتحديد؟ مرحبا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. حقيقة ما أقدمت عليه قبيلة الإقرار العريقة، القبيلة التاريخية، أنها رأت أنه يتحتم عليها واجب وطني تجاه بلادها وتجاه أرضها التي ناضل أجدادهم من قبل في خدمة هذا البلد، فرأوا أنه لابد أن يكون لهم وقفة تاريخية تجاه هذه الأحداث المتسارعة الأخيرة. نعم. والتي نتج عنها خروج بعض القيادات والشخصيات اللي كانت باعتبارها رمز من رموز المهرة، باعتبارها هي الشخصيات الجامعة التي كان يعول عليها أبناء المهرة. نعم. كل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن واستقرار المهرة. نعم، برأيك يعني هذه الخطوة هل ستقطع الطريق على ما كان يعني ينفذ أجندات أبو ظبي ورياض وخصوصا في محافظة المهرة، ويحشد لهم الرأي العام كما كان يظن؟ بالتأكيد هذه الخطوة التاريخية التي قامت بها أسرة الأفرار الليلة بتنصيبهم السلطان محمد عبد الله العفرار هي خطوة تصب في الاتجاه الصحيح، وتحافظ على كيان المهرة من أي مؤامرات خارجية ومن أي دول طامعة، وأنا أبو ظبي والرياض المحافظة، وترفع وتسحب البساط من تحت الذين هم أدوات أبو ظبي والرياض في المهرة. وبهذه الخطوة نعتبر نحن كلجنة الاعتصام وكأبناء محافظة المهرة أن هذه الخطوة سوف تقف أمام هذه الأطماع التي تديرها أبو ظبي والرياض سواء في المهرة أو حتى في ذو القدرة. نعم سيد علي، يعني برأيك هل سيقف من اتخذتم يعني ضدهم هذه الخطوة مكتوفي الأيدي وهم يشاهدون التلاحم الحاصل في محافظة المهرة بعد أن كانوا يعولون على شق الصف عن طريق منادات أحد أفراد هذه الأسرة برأي آخر غير الرأي الذي يجمع عليه أهالي المهرة؟ بالتأكيد هناك الآن للقوى الاحتلالية لمرتب السعودية في المهرة وفي ذو القدرة وفي اليمن عموما، هناك يكون لهم خطوات وبدائل، ويحاولون أنهم يدخلون من جانب أو من جانب آخر، سواء من جانب شراء الذمم وتوزيع المبالغ المالية الطائلة ومن كثير من الجوانب، ولكنهم فشلوا. نعم. في نهاية 2017 اليوم، وما حصل اليوم هو خطوة العفرار تحد من هذا الوجود ومن هذا المفهود الموجود من قبل في المهرة، ونعتبرها أنها خطوة تقف يعني سوف تمنع كل هذه المؤامرات على المهرة. طيب سيد علي، ماذا بعد هذه الخطوة؟ هل ينتظر المهريون وأهالي سقطرة أيضا واليمن عامة خطوات أخرى من هذا القبيل؟ بالتأكيد سوف يكون هناك خطوات من كل يمني حر ومن كل مهري حر كذلك، لأن الناس الآن عرفت واتضح لها ما كنا ننادي به نحن من قبل العامين. اليوم الأمور تبينت، خاصة بعد تسليم جزيرة سقطرة لميليشيا الإمارات، رفع وإنزال العلم اليمني ورفع بعده العلم الإماراتي، تبين لكل اليمنيين ولكل السقاطرة ولكل المهريين أن هناك مؤامرة تحاك ضدهم بسلب أرضهم وبلادهم وبتسليمها إلى هؤلاء المرتزقة التي لا تخضع لا لنظام ولا لدولة، وتخرج عن الرئاسة اليمنية وتخرج عن الشرعية. ولكن بهذه الخطوات اللي الآن تتخذها سواء على مستوى قبيلة آل عفرار موجودة في محافظة المهرة، بأنه لن تتم لهم هذه المؤامرة ولن تتم لهم هذه الأطماع تمريرها في المنطقة. إذن الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي السيد علي مبارك بن محميد، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا.